ماجد، بالنسبة لي أجمل وأسعد خبر يعني تلقيته من خلال وجودي في الوسط الرياضي منذ انضميت للإعلام منذ 30 عام بصراحة، أجمل وأسعد خبر. والأهم يا بوجود هو نية لطلب استضافة، إلى الآن هي نية، لكن أجزم بأنه المملكة ستستطيع أن تحصل على هذا الشرف الكروي الكبير لسبب واحد ورئيسي ومهم جدا، لأنه من يدعم هذا التوجه سمو سيدي ولي العهد، اللي اليوم لو تجي لأي واحد في الوسط الكروي على مستوى العالم، الكرة السعودية أصبحت واصلة، أصبحت مسمعة جماهيريا إعلاميا على كافة المستويات، دورينا صار ينقل على كافة القنوات، الكل وضع فوكس ويتابع الدوري السعودي، سمع اسم الهلال، سمع اسم النصر، سمع الاتحاد، الأهلي وغيرهم من بقية الأندية. اليوم بالنسبة لي لا يوجد أي مفاجأة حول هذه النية، لأني أعرف من اللي جالس يدير كل هذه الملفات بامتياز. نقول لوزير الرياضة سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أنت محظوظ أنك تجلس على كرسي وزارة الرياضة وخلفك رجل اسمه أبو سلمان. أقول للاتحاد السعودي أعضاء مجلس إدارة بقيادة ياسر المسحل، أنتم اليوم محظوظين بهذا الشرف العظيم، أوكي، لأن خلفكم قائد وداعم يعرف معنى التوجهات. اليوم زي ما قلت أنت في مقدمتك على مستوى الرالي، هي بطولة عالمية بس إنها على مستوى سباق السيارات، نفس الشيء على مستوى فورمولا اي، نفس الشيء على كله، والكل كل المتسابقين كانوا يظهرون فضائيا ويقولون يا بوجود بالحرف الواحد هذه أفضل نسخة مرينا عليها في التجربة. هذا يعطيك انطباع إيش؟ يعطيك انطباع مهم أنه القدرة على النجاح، وزي ما قلت أنت اللي في المدارس الطلاب ولا اللي في الجامعات الآن يستعدون للمشاركة في هذا، وكل الانعكاسات نجي على المستوى إيش؟ على المستوى الاقتصادي، ما على ماذا يعني ايش العائد اللي ستحققه المملكة العربية السعودية من خلال استضافة كأس العالم، من خلال الدخل بالنسبة للسياحة والفنادق وكذا. وخذ معها يا وجود على الشكل السريع، احنا عندنا نجاح في نحن في القمة على المستوى السياسي بوجود مولاي خادم الحرمين وسمو سيدي ولي العهد، نحن في القمة على المستوى الاجتماعي، نحن في القمة على المستوى الاقتصادي، الرياضة جزء من هذه القمم، النجاح بالنسبة لكرة القدم والرياضات الأخرى جزء من هذه القمم، وإحنا جدا جدا سعيدين وجدا فخورين، وإن شاء الله بإذن الله نفتح عين ونغمض عين ونلقى الموافقة على طلب هذه الاستضافة، وعندنا ثقة كبيرة بالنجاح في هذا الملف بإذن الله.